هاي أنا ليال من جيميناي بيكس واليوم رح شارككم وصفة جديدة كتير رح تحبوها. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وأهم شي تضغطوا على الجرس لما تروحوا الفيديو تبعولي. اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا أكلة الفيديوة، أكلة إسبانية كتير معروفة وطيبة وبتشبه البايلو. أول شي جبت تقريباً 500 جرام قريدس وبلشت أقشرهم ونظفهم. أهم شي إنه ما تكبوا القشرة لأنه حتعملوا فيها المرقة، ومثل ما شايفين هون بستعمل السكينة تنظف القريدس من ورا. أكيد فيكن تشترون نظافين جاهزين، بس تأكدوا إنه تطلبوا من المحل يترك لكم القشرة لأنه رح تستعملوها، بس أنا ما عندي مانع أعملها بالبيت وبرجع أكيد بنظفهم بمي لأتأكد إنه تنظفوا مزبوط. من بعدها بحطهم على الكلينكس تبع المطبخ وبتركهم على جنب لينشفوا. بالقشر اللي تركني على جنب بنحطه بطنجرة، منزيد عليه جزر، زعتر بري، الكرافس وشوية بقدونس. بتزيدوا 4 كبايات مي عليه، مي كتير سخنة، وبتتركوه ليغلي منيح. وكمان البصل، ما تنسوا تحطوا شوية بصل. من بعد ما المي تبلش تغلي بتغطوها وبتوطوا النار وبتتركوها شوية وقت. بتقطعوا بصلة وحدة شقف صغار، ومن بعدها بتقطعوا كمان الفليفلة الحمراء. أنا استعملت بس وحدة. قشرت كمان 3 حصوص ثوم وعملتهم هيك. من بعدها بتسخنوا زيت زيتون تقريبا 2 ملاعق على النار. أنا بحب استعمل هيدي الماركة اللبنانية كتير طيبة، بتلاقوا منها بدبي إذا كنتوا هون. وبلشت قلي القريدس والكالاماري، ما بدي هون يستووا كتير كتير، بس يبلش لونهم للقريدس يصير زهر، وحطيتهم على جنب. رجعت كمان سخنت زيت وقليت فيليات السمك، حطيت 4 فيليات وكمان هني ما بدهم كتير وقت. قلبتهم عتاني ميل ليتحمروا منيح من الميلتين، ومن بعدها قليت البصل بزيت زيتون وزدت عليه الفليفلة الحمراء. وهون بدكن تقريبا 10 دقايق عم بتقلوا منيح ليدبلوا اتنيناتهم. بهذا الوقت المرقة تبعيتي خلصت، حطيتها بجات وزدت عليها الزعفران وبتركها تقريبا 10 دقايق لينخلط الزعفران مزبوط. رجعت على النار هون زدت الثوم على البصل، ورجعت زدت تقريبا 1 ملعقة بابريكا، 1/2 ملعقة بذور الشومر الفانل سيدز، ورجعت قليتهم منيح. حطيت 2 علب البندورة الكراشت توميتوز، وكمان بخليها تغلي شوي. ومن بعدها حضرت الباستا اللي بدي استعملها اللي هي هيدي رقم 1، لازم تكون كتير كتير رفيعة. نقلت المزيج كله على الطنجة تبع البايلا، ومن بعدها بهالوقت قطعت الباستا على شقف كتير صغيرة وزدتهم على مزيج البندورة، وأكيد خلطتهم قد ما فيني كتير منيح ليتغمسوا بالصوص. بتزيدوا المرقة اللي صار لونها حلو هيك من ورا الزعفران، وأنا هون زدت الملح، وبس تأكدت إنه منن ملزقين من تحت، ونطرت ليبلشوا يغلوا كتير منيح. من بعدها زدت القريدس والكلاماري خليتهم يغلوا،
وزدت كمان شقف السمك. مثل ما شايفين عم جرب حطهم أكتر ما فيني بالصوص، ورجعت زدت المسلز. أنا أكيد شو بتقولوا له بالعربي، حطوا لي بالتعليقات. زدتهم أنا هون، حطيت تقريبا 8 ل 10 قطع، ومن بعدها تركتهم ليغلوا شوي وسخنت الفرن بس حتى لخمس دقايق مش أكتر. بهذا الوقت جربت أعمل الأيولي، سافرون أيولي اسمه. هون حطيت الزعفران مع شوية مي، وعلى جنب حطيت الثوم بالميكسر، ملح، وخلطتهم منيح وبلشت زيت الزيت شوي شوي عليهم. يعني الطريقة هيدي بتعملوها كأنه عم تعملوا الثوم، بقى لازم كتير شوي شوي تحطوا الزيت وإلا ما بيجمع مع بعض. وهيك طلعت آخر شيء، إن شاء الله تكونوا حبيتوها.